مساء الخير، أنا ما نهضرش الإيطالية. وي، مساء الخير. أرفع لنا الصوت خويا، ما ناش نسمعو فيك. هكذا تسمعني خويا؟ هكا نسمعو فيك، تفضل. حبيت غير يعني نشوف اللايف تاعك كما يطيحوا فيها الايام الاخيره هذه كما يقولوا. وشغل راك تقصح بزاف على الجزائر خويا، ما تحبهاش ولا واش صرا في الايام الاخيره؟ يعني تهضر ديما على الجزائر، تهضر جوست لو نيجاتيف، شغل ما يا اوكان بوان بوزيتيف. تحبني ندير كيما خويا انت اسمك يدير، مداير العالم تاع ايطاليا ونولي نحكي على ايطاليا؟ انا جزائري مانيش ايطالي انا. انت ما تقدرش دير ايدير، انت شوقي بن زهره ولا كل واحد شكون خويا؟ نو قلت لك انت يدير مداير العالم تاع الجزائر، يعني خلينا الجزائر بالعقل على الجزائر. دوك انت تقول لي انت اسمك ايدير مداير العالم تاع ايطاليا، بلاك انت تحكي على ايطاليا. انا راني جزائري. انا ريان فوار مون بروفيل ولا انت انا ما يتبعونيش ما يشوفونيش الناس بزاف ولا ما شين فوالا. وانا الناس يتبعوني على اساس جزائري نحكي على الشان تاع الجزائر، على من نحكي على بنغلاديش وعلى نيبال؟ نو ما تحكي على بنغلاديش، ما تحكي اون فيت راك مع بنغلاديشي. بصح حبيت نقول لك راني مع شكون، راني مع عاود راني مع شكون. انت فاهم؟ قلت لا 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 ما منفوتوهاش ولا تنزلوا بين اخلاقك وننزلك. عاود لي واش قلت لي انا مع شكون؟ مع بنغلاديش ولا مع البلدان؟ صير روحك. من تقصد ببنغلاديش؟ بنغلاديش خويا، بنغلاديش. بنغلاديش علاش؟ تفضل اشرح لي. بنغلاديش بلاد خويا في اسيا. نو ايه وعلاش انا معاهم؟ واش هضرت عليهم انا؟ نون دون لو سونس انت راك مع البلدان كامل غير الجزائر. لا ما راكش معاهم. هرب ماكر كما تاع النظام الجزائري لما قال لك او احنا ما قلناش نصدموا على غزه، رانا برك قلنا نبنيو مستشفيات. تفضل كمل. معليش انا فهمني برك لي بوان بوزيتيف تاع في البلاد كاين ولا ما كانش؟ انا ما عنديش، اعطيهم لي انت باش نعود نذكرهم. تفضل خويا. انت راك تأرخ، انت راك تكتب وكاع. انا ما قلتش انتم تطلعوا تلوموا عليا انني نقول على البلاد هذه بانها مزبله تحت حكم النظام الجزائري. كي نقول لكم راهم غروا بيا العديان، عطاو لي غير السلبيات، عطيوني انتم الايجابيات باش انا ندير لا كونتر، تسمى اون كونتر بالانس، باش نديروا هذيك الموازنه، نذكروا شويه ايجابيات بلاك يغلبوا السلبيات. تفضل اعطيني الايجابيات. انت اللي تعرفهم خويا، انا سقيتك انت. لو كان نبدلك انا ندير لايف ثاني هنا. انا قلت بنادم قدامك، بنادم قدامك اسمه شوقي بن زهره، يقول لك لا املك ايجابيات اذكرها. انت يا راك انت اللي درت الادعاء بانه الايجابيات موجوده. ايجابيات ولا ما عندكش خويا؟ نشوفوا وراهم الايجابيات. هذا ما كان الايجابيات اذا ما عندكش نشوفوا وين راهم الايجابيات. وراح على بالك حابين يهبلوني انا، اني بان لي ساعه ساعه يبعثوا لي حالات هكا باش شويه الخيط هكا اللي مازال راكب في بعضه كي خرجت قبل ما نخرج من المزبله هذيك المسمات الجزائر الجديده، حابين يزيدوا يسوطيوه لي. اذا الايجابيات ماشي موجوده نذكروا الايجابيات. اعطيني الايجابيات انت اللي تعرف. انتوما انا اللي الاشكالي هربت الطاهر ودار هربت الطاهر، ما هذه ماشي هربت الطاهر، هذه لا حابش يطرطق لي عرق في راسي. انا اللي داير ولا هما اللي كاين اشكال في البلاد هذه؟ هما ولا انا؟ ساعة عندي وسوس مع روحي، نقول بلك انا اللي شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير اخي. مساء النور استاذ، شو اخبارك استاذ شوقي؟ والله الحمد لله. عندك مدة ما زرتناش. انا زرتك مرة واحدة وزعلوا علي. ايه انتوما السعودية، انتوما السعودية، انا ما فهمتش علاش ديروا فينا المنكر هذا. اعطيتونا مستشفى هبة مجانا.
ثلاث مستشفيات استاذ شوقي. انا تكلمت على الكبير، على هذاك تاع امراض الكلى. لا، في امراض في عنابه حق الامراض السرطان والاورام الخبيثه، وفي تيزوز اذا انا ماني بغلطان في مستشفى. لكن معليش استاذ شوقي، انا عندي استفسار الله يحفظك. تفضل تفضل. هم طلعوا اخر مره زعلانين علي، يقولون لك بتار يقذف الشهداء. انا لا اقذف شهداء، انا عندي اختلاف بعدد الشهداء، هذا حقي ولا لا استاذ الشوقي؟ انا اول من يقول بانه عدد الشهداء غير صحيح، يعني ممتاز، مش ليست اشكاليه يعني هذه. لا لا لا، هم للأسف يواجهون إشكالية في هذه النقطة. أنا عندما أختلف مع جزائري، هل معناها أني مثلا الجزائر أعداء لي بشكل عام؟ كلنا لو رجعنا، تفضل. لا، ولا تختلف مع النظام الجزائري أمر طبيعي جدا، خصوصا لما النظام الجزائري ربما يقوم بأمور دسائس ضد دول أخرى. من حق يعني البلدان الأخرى أنهم يكون عندهم امتعاض من السياسات الممارسة في البلد، هذا أمر طبيعي. طيب، أنت لاحظت آخر مرة أن من ضمن الإساءات يعني عندما يرفعون صورة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في ملعب في مباراة كرة قدم وجنبه رئيس أمريكي ويضعون كلام مسيء على خادم الحرمين الشريفين، ونسوا أن هذا الملك أنه أخو الملك سعود الذي رفع العلم الجزائري في منظمات الأمم المتحدة، أليس هذه إساءة للجزائري نفسه قبل ما يكون إساءة إلى السعودية؟ وأنا قلت هذه القضية، يعني مش فقط ترفع العلم، أنا دائما نذكر أنه قال بأنه قضية الجزائر تخصني قبل ما تخص البعثة، وقتها البعثة تاع جبهة التحرير الوطني، قال لهم أنا أحمل هم القضية الجزائرية قبلكم. يعني وصوت السعودية وقتها دبلوماسيا كان مهم، يعني عنده دور كبير جدا. لكن على كل حال أنا نقولها لك أخي بكل أخوية، إنه إحنا بلد فعل نفس الشيء، رانا نريد تقسيمه على اثنين، يعني هو بلد جار، فما بالك إنه السعودية على بعد آلاف الكيلومترات. يعني هذه انت قصدك النظام الجزائري، انت قصدك مقولة الملك سعود الله يغفر له ويرحمه، لستم جزائريين اكثر مني. اي، وهاي الصورة لما يرفع العلم الجزائري، هذه سنة 1957. صحيح. طيب استاذ شوقي، انت لاحظت الفيلم الاخير اللي سووه في الجزائر؟ صحيح صحيح. طيب، أنا من باب أني مطلع على تاريخ الجزائر، أليس من باب أولى يتكلمون عن محمد شعباني ويسوون لنا فيلم يخص الشهيد محمد شعباني؟ أليس من باب أولى يتكلمون عن حركة محمد بلونيس والجيش الوطني للشعب الجزائري؟ أليس من باب أولى يتكلمون عن المشاكل الداخلية ويتركون الدول في حالها بدل ما يبيعون الوهم على أبناء جلدتهم الذين يأتون مغيبين؟ وأنا أتابعك صراحة في صمت، اتمنى تفضل. في قضيه على كل حال، في قضيه الفيلم، بعيدا على الاوضاع الكارثيه تاع البلاد، على كل هذا، انت اصلا لا يسمح بتصوير الافلام في الجنوب الجزائري. من غرائب الصدف انه الفيلم الوحيد الذي سمح بتصويره هو الفيلم الذي يتضمن اساءه للمملكه العربيه السعوديه، هذا اشكال كبير، هذا هو الإشكال الأكبر في القضية. يعني ليست فقط لو مثلا الأردن ولا دولة أخرى ممكن أنه عندهم عادة أنهم يتم تصوير الأفلام عندهم، لكن أنت ما عندكش أفلام تصور وأنت ترفض أصلا، لأنه النظام الجزائري عنده طبيعة التخوف من كل ما يأتي من الخارج، سواء في الصناعة السينماتوغرافية أو في أي أمر آخر. كيف فقط لما تعلق الأمر بالسعودية بديت يعني تسمح بذلك؟ يعني القضية واضحة أنه مستهدفة، وأنها مرتبطة بما قلته أنا، القضية تاع طرح ملف الصحراء في القمة العربية الذي تمنعه السعودية وملفات أخرى. على كل حال، أنا حبيت أوجه رسالة، أنا طبعا فتحت بث اليوم كان ردي على التاريخ الجزائري في مواضيع معينة، ولكن أنا ما راح أكون مهاجم بشكل عام، أنا قلتها حتى في اليوم في بثي، أنا أبحث عن الجزائريين الشرفاء. لماذا؟
لأني أنا رجل عندما أرجع للتاريخ وأجد أن السعودية هي من دافعت عن القضية الجزائرية، وعندما طرد فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقت في منظمات الأمم المتحدة عام 1956 وتم إدخاله ضمن الوفد السعودي، المفروض يعني يكون رد الجميل بكلمة شكرا، عدم تمرير المغالطات على حساب المملكة العربية السعودية. لأن عندما يأتون ناس مغيبين ويقذفون بالأكاذيب سوف نرد بالحقائق. أنا عندما أتكلم على مواقف للمملكة العربية السعودية العظمى وأتكلم بمواقف يعني مشرفة لحد الآن حنا نتكلم عنها، يخرج لي واحد إنسان مغيب يقذف أو يسب أبناء المملكة العربية السعودية أو حكومتنا، أو يحاول يمرر أو يستخدم الإعلام بطريقة غير مقبولة من قبلة المسلمين، غض النظر أننا نتكلم عن عرب أو أمازيغ أو مواقف مشرفة بالمملكة العربية السعودية في القضايا العربية، من باب أولى يتكلمون يعني بدل ما يتكلمون عن هذا المسلسل اللي قد أتكلم وأنا ابن المملكة العربية السعودية ومتأكد أنه 100% كاذب، لأن عندنا أنظمة في المطارات وأنظمة في داخل السعودية تحمي الإنسان مهما كانت جنسيته بما أنه حصل على إقامة دخول للبلد. يتكلمون عن معركة جبل عمور، يتكلمون عن من السبب في اغتيال الشهداء، من السبب في اغتيال من أراد تحرير الدولة، من السبب في نهب الثروات الجزائر. الجزائر تملك ثروات ضعفي الإمارات، ينشغلوا بهذه الحقائق. يا أخي حنا الحمد لله ننام في إنجاز ونصحى في إنجاز، نحن لنا بيع في أعناقنا لولاة أمورنا. الإجابة ربما على التساؤل تاعك في البداية على سير الهجمات، أيضا النظام الجزائري له عقدة من الجانب هذا شيء ما بينه. أنت لما ترى اليوم وانت راك تتكلم مثلا الجزائر اليوم طوابير ظروف اجتماعية كارثية رغم ما تتوفر عليه، الصورة الخارجية يعني أزمات دبلوماسية متعاقبة، غياب قدرة على التأثير، قضية الصحراء اللي خسرها النظام الجزائري كليا بعدما راهن عليها لأكثر من 50 سنة، وتشوف الطرف الآخر السعودية لماذا تطرح إشكال لدى النظام الجزائري بالأخص؟ لأنه مع الإمارات كاين قضية عدد السكان. النظام الجزائري دائما ممكن الابواق تاعو يختبئون وراء قضيه انه عدد السكان قلولوا، انه الامارات مع الجانب اليوم اكثر من 10 ملايين، لكن السعوديه اليوم والتحولات التي تحدث الان فيها، الان الجزائري يتابع ما يحدث في السعوديه، يرى ما يحدث في السعوديه، يشوف التحولات، يرى بانه بلد يسير برؤيه 2030، يرى انه مثلا في الرقمنه التحولات التي تحدث، الصوره تاع البلد التي تتغير. بفعل رجل يعني حبينا ولا شئنا ما بينا يعني محمد بن سلمان الدور تاعه كبير. فهنا هذه تخلق عقدة لدى النظام الجزائري. احنا عود أننا نأخذ التجارب، نحاولوا نستقطبوا استثمارات سعودية إماراتية وغير ذلك، السب الشتم الدسائس وما إلى ذلك. للأسف هذه يعني أنه الإجابة رأي في ما قلته في وسط كلامك يعني. طيب أستاذ شوقي، أنا زي ما قلت قبل شوي أنا كنت أتابعك لفترة صراحة وكنت أحب أكون مستمع. أنت قلت أن بدل ما نستثمر في الجزائر، كيف تترغب أنت كجزائري يعني تتمنى؟ أكيد أي إنسان لن يكون ولا وطنه لنفسه أكثر من غيره. أنا لن أكون جزائري أكثر منك أستاذ شوقي، نفس الطريقة أنت لن تكون سعودي أكثر مني، ولكن عندما أنت كجزائري تريد أن يكون عندك استثمارات، شاهدنا محاربة دولة الإمارات الشقيقة في موضوع الاستثمارات في المواني، وهذا عقد ودولي ومنظم، لكن نجد أن الدولة حاربت بدل ما يكون الحكومة الجزائرية تؤمن الاستثمارات بالداخل، جالسة أو تنفذ هجمات إعلامية مثل ما شاهدنا لوزين حنون تكلمت على وزيرة الحزب العمال أمام رئيس عبد المجيد تبون، لم يقاطعها ولم يخرج شيء رسمي كاعتذار عندما تنعى مثلا الإمارات الشقيقة وهي دولة شقيقة وجارة لنا بالكيان. لماذا أنا كمثلا رجل أعمال أو جهة حكومية أو جهة رسمية سوف أستثمر في دولة لا تعرف للاستثمار باب بل تعرف للاستعمار باب، تهاجمني على أني أنا مستعمر لست مستثمر؟
وهذا هي اصلا اول الاشكاليه، كانوا اخوه سعوديين شاركوا معنا من قبل منذ اشهر، وكان حتى البعض اللي يعني مستثمرين يعني من ناس يستغلوا مثلا في مجال العقارات وغير ذلك، وطرحت عليهم السؤال يقول لك اصلا ما عندكمش مثلا انه لا وجود لمكاتب صرف في الجزائر. يقول لي انا ما نقدرش ناتي نجي من المملكه العربيه السعوديه متعود على انه المعامله تاعي بالموبايل، نولي نجينا نروح الى السوق السوداء للعمله ونجهز اكياس تاع النقود، هذا مستحيل. هذا ليس هناك اي فرد يعني عنده عقل يجي يستثمر في الدول. اصلا الظروف الطوابير الظروف الاجتماعيه لا تشجع المستثمر انه ياتي البلد، بالاضافه الى البيئه تاع الاستثمار القوانين المتغيره يوم. ولكن اشكاليه اخرى انه الدبلوماسيه اليوم، انا يعني بكل صراحة مثلا هذا الود أيضا مع ولو أنه مع السعودية في حالة خاصة بأنه كان دعم في وقت الثورة التحريرية، لكن أنا أقول لك بصراحة أنني أرى في السعودي مصلحة. أنت عندك أموال وتقدر تستثمر في الجزائر وعندنا علاقات تاريخية، أنا أولى بأموالك اللي ستستثمرها في مناطق أخرى، وأنت لك مصلحة في الاستثمار عندي لأنه تعرف ربما اللغة المشتركة وغير ذلك، وربما راح تعرف البيئة أكثر. يعني أنه هذه هي اليوم طبيعة العلاقات بين البلدان. الإمارات نفس الشيء، نشوف فيك مصلحة لما نشوفوا احنا مثلا جارتنا الغربية يعني المغرب، تشوف الملك المغربي يروح الإمارات، اتفاقية شراكة استراتيجية، عقود بملايير الدولارات، التزام الإمارات بدعم المملكة المغربية في تنظيم كاس العالم وفي مشاريع مرتبطة بكاس العالم، دعم الأنبوب هذاك الرابط بين نيجيريا والمغرب بملايير، يعني نتكلم على قضية ملايير دولارات، لأن الإمارات بطبيعة الحال ترى مصلحة في الاستثمار في المغرب قبل ما تستثمر في دولة أخرى، مثل ما كانت لو كنا على علاقات جيدة معها تأتي الاستثمار في الجزائر قبل دولة أخرى. لكن النظام الجزائري ما يهموش مصلحة الجزائر، يهمه فقط أنه يعادي البلدان الأخرى من أجل الشعارات، اللعب على وتر الجزائر مستهدفة، هذا هو فقط. معليش استاذ شوقي، انا بسال سؤال صراحه لك انت شخصيا، هل تقدر تمارس حقيه الاعلام اللي انت الان تمارسه في البث داخل الجزائر؟ لا. طيب لماذا الجزائر وقطع اربن اربن احكام قضائيه بعشرات السنوات؟ طيب على كل حال، لماذا الجزائريين اذا تناقشنا معهم في هذه النقطه يقول لك يا اخي عندنا حريه الراي، حريه الاعلام، حريه من حقنا نقول راينا؟ طيب في دول محاربه الجزائر من ايام الاستعمار مثل ايران لانها رفضت تحرير الجزائر وكانت مصوته ضد الجزائر، مثل تركيا في ذلك الوقت وضغطت عليها السعوديه. ما لم اشاهد الجزائريين يهاجمون هذه الدول مثل فرنسا، اشاهدهم يهاجمون الدول الشقيقه يعني مثل المملكه العربيه السعوديه، مثل المملكه المغربيه. كلنا نعلم ماذا قدمت المغرب من 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 بدايه الثوره الى تاريخ اللحظه هذه، الى تاريخ عهد الملك محمد السادس الله يحفظه، وقبله الملك محمد اسف حسن الثاني عندما قال يعني ما نبغى نسيء لهذه الدوله لكي لا يكون حق الجيره عليها. نجد ان الجزائريين الخامس اللي سنه 1957 في منبر الامم المتحده رفع من اجل استقلال الجزائر، هذه حقيقه تاريخيه لا يمكن ان ينكرها احد، واحنا في 2024 تبون في تصريع عادي في خطاب في نفس المنبر يقول اننا سنحرر الصحراء، ما يسمى بالصحراء الغربيه هذه. طيب انت 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 بما انك تطرقت لهذه النقطه، اسمح لي انا كرجل خليجي عندما اشاهد المملكه المغربيه مثلا استقبلت لاجئين عام 1959 أكثر من 4000 لاجئ في مدينة فجيج فارين من الاستعمار الفرنسي، وأجد أنهم يطردون عام 1975 في المسيرة الكحلة أكثر من 350 ألف، هل تعتقد أن بيكون موقفي يعني حيادي في عيد الأضحى؟ نعم، في أول يوم عيد الأضحى. أنا كرجل مثلا كرجل متعلم أو كرجل بسيط، إيش راح يكون وجهة نظري لهذه الدولة اللي لم تحفظ الجميل لدولة مجاورة لها وأنا بيني وبينها قارة؟ إيش راح يكون وجهة النظر يا أستاذي عندما يفتحون إعلامهم المسيء للدول، وعندما أحد ينتقد الجزائر أو حكومة الجزائر يتم على قولك سجنه أو محاسبته
او عليه انا كرجل اشرح كيف انا كيف اقدر اتعامل مع ابناء هذه الجلدة. اعلم كل دولة فيها شرفاء اكيد ما لا نتناقش في هذه النقطة، ولكن لماذا الاغلبية عندكم يهاجمون؟ وعندما نتكلم معهم حتى في التاريخ بالمواقف الجزائرية للأسف يتهربون، يقولك لا انا ما اعرف انا ما عندي خبر. واذا وصل لهذه المرحلة حقيقة انه 99.99% من الجزائريين لا يعرفوا لا تاريخ لا تاريخ بلدهم. لماذا قذف الاعراض يا اخي؟ انا مثلا داخل الان اتناقش معك، اوكي، هل مثلا لو مثلا انا اختلفت معك بنقطه معينه اجي انا سمعتك كذا مره في بثوثك تقول بيوت الرذيله، لماذا؟ يعني لما تشوف يعني الاعداد الهائله من يعني ما نسمعه. فقط قبل ما نروح لك الاشكاليه، كان من قبل انت كنت جيت عندي في لايف واحدهم قال ذكرت القضيه بانك انت شتمت الشهداء، وانا دخلت للأحد بوتوتك وقلت نسمع يعني نسمع بالأذن تاعي ما تقوله. لقيت إشكالية كبيرة، إشكالية كبرى، أنك أنت كسعودي على معرفة بتاريخ الجزائر أكثر من 99.99% من الجزائريين. ولا أريد أن أقوي لك شيء لم تقله، لكن أظن أنه جزء من الاهتمام، أكيد أنه أنت إنسان تهتم بالمسائل هذه، لكن أكيد أنك الكلام تاعك أصلا في بثوث على الجزائر هو مرتبط بما حدث منذ السنة الماضية لما أنصار النظام الجزائري بدأوا يشتمون في المملكة العربية السعودية من 7 أكتوبر. فوالا يعني شوف يا أخوي، أنا لم أقوي لك ما لا أنا راح أقولها، أنا راح أقولها لأني أنا أمثل نفسي في هذا البثوث، لا أمثل أي دولة، أنا أمثل نفسي في هذا البثوث. أنا بالنسبة لي أنا رجل أحب التاريخ ومطلع على التاريخ من قديم، ولم أتطرق لموضوع الجزائر، ولكن وجدت بعد 7 أكتوبر تاجروا بالقضية الفلسطينية على حساب المملكة العربية السعودية، وصاروا يسقطون على المملكة العربية السعودية بالأكاذيب. يا أخي أنا في عاتقي بيع لولاة أمري، أنا رجل مسلم في عاتقي بيع لولاة أمري أبايعهم، فلن أسمح بأي كان يسقط على المملكة العربية السعودية بالأكاذيب. فخرجت معهم فعلا في بثوث وناقشتهم بالتاريخ بدون قذف ولا سب، ووجدت أنهم يقذفوني ويسبوني لأنهم لا يستطيعون الرد عليه هذه النقطة. أنا عندما أنا طبعا كنت موجود عندما نزلت من عندك، فأنا طلعت معك مرة واحدة وتناقشت معك لأني أبغى أشوف مع أستاذ الشوقي، أنا أحب أتناقش مع الإنسان أنا عشان أعرف مستواه. فاليوم نزلت طلعوا قالوا لك هذا طلعوا تقذف، انا لم اقذف الشهداء، انا تكلمت بحقائق وانا مستعد يعني على ذلك اليوم ما طلبتش منك، لانه انا قلت ممكن تكون، لكن ما طلبتش منك انك يعني ما اعطيتكش حق الرد، لانه من جاء ومن بعدك الفارق في المستوى، سواء في الكلام سواء في المستوى الاخلاقي سواء في طريقه الرد سواء في النقاش يغنيك عن الإجابة. الإجابة لابد أنه يسمع الناس كيف يرونه بعدما يهاجم الجميع. إحنا اليوم المغرب، ليبيا، إمارات، سعودية، كوت ديفوار وقت كاس افريقيا وغيرها، يعني دائما الهجمات على الشعوب. تفضل. طيب انت تكلمت على هذه النقطه وانا انسان، لماذا الجزائر؟ خليني انا واللي تحت كذلك من ابناء جلدتي ابناء الخليج، لان احنا اساسا تكلمنا في كذا بث عن الشوقي وتوجهاته. لماذا الجزائر علما ان الاجابه قد تكون واضحه تتخبط في الدول؟ حتى روسيا لمسها الخيانه في المواضيع هذه، نجد ان الملف الجزائري الان بدا ينوضع على طاوله روسيا، وانت تعرف ان روسيا لا ترحم موضوع الخيانه، ونحن نخاف كدوله او كعرب او كانسان او كمسلمين او ك أقل الاحتمالات إنسان نخاف من عشرية سوداء قادمة في الجزائر. نجد أن الآن بدأ التمدد الإيراني داخل الجزائر على حساب أبناء الجزائر، ليس على حساب دول أخرى، أنا أتكلم على حساب
أبناء الجزائر. نجد التمدد الإخوانجي على أبناء داخل الجزائر على حساب أبناء الجزائر. نجد أن الجزائريين أو الحكومة الجزائرية بدأت تخسر الدول الجارة لها مثل ليبيا. شاهدنا تدخل في دولة ليبيا عندما قال فخامة الرئيس عبد المجيد تبون أن طرابلس خط أحمر. شاهدنا ردة فعل المشير حفتر. شاهدنا الآن وين وصل حفتر وماذا قدمت الجزائر لحفتر. الأمر الطبيعي أنه يحمي نفسه. اليوم أدركوا بأنه أكبر خطر عليهم في الفترة الحالية هو النظام الجزائري والحدود الجزائرية يعني عبرها النظام الجزائري. طيب ليش مثلا الجزائريين من حقهم أنهم يمرروا الأكاذيب ويحموا أنفسهم على حساب دول مجاورة أو على حساب دول في يوم من الأيام كانت حليفة لهم وبدون مقدمات. يعني أنا مع احترامي للحكومة الجزائرية أنا اختصرتها في أحد البثوث قلت بأن أبناء النظام الجزائري وأبناء الإيرانيين كلهم رضعوا من ديدة كلبة واحدة واللي هي فرنسا. معليش على الكلام والتشبيه هذا أنا من قراءتي للموضوع وجدت أن الإيرانيين الخميني أو عصابة الخميني مع عصابة الجزائريين اللي هم الحكومة الكبرانات كل أهدافهم تدمير الدول العربية والإسلامية. لو نرجع للتاريخ قليلا وراء وجدنا أن لا يوجد قضايا عربية أو إسلامية للأسف تم دخول الجزائر فيها ودعمها. حتى التحالف العسكري الإسلامي الموجود في العالم وكل يعرفه لا يوجد للجزائر بصمة فيه. دعموا الاتحاد السوفيتي ضد إخوانه في أفغانستان. دعموا في الشأن هذا الإيراني ربما تتلخص القضية في لما كانت زيارة الدولة من الرئيس الإيراني اللي هلك منذ أشهر للجزائر وقال تبون في اللقاء الإعلامي تطابق وجهات النظر مع إيران في قضية الصحراء يعني في تقسيم بلد جار عضو في الجامعة العربية اللي هو المغرب وفي قضايا الساحل. منذ ذلك زادت اشتعلت الأمور أكثر يعني مباشرة بعد زيارة أنت تعرف لو تعطينا أنت أيضا رؤيتك الخطورة على الكلام لأنه الجزائري المشكل أنه بحكم الجهل اليوم الجزائري لا يدرك خطورة الكلام هذا تطابق وجهات النظر مع إيران في قضية الصحراء وفي قضايا الساحل. رو ربما أخطر تصريح من أخطر التصريحات منذ استقلال الجزائر على الأمن القومي الجزائريين يعني كارثة كبرى. يعني هنا تتلخص القضية هذه الارتماء النظام الجزائري في حضن إيران. طيب أنا راح أقول لك وجهة نظري. لم يعني على مرور التاريخ الإيرانيين لا يهمهم أي قضية عربية أو أمازيغية أو إسلامية يهمهم القضية الفارسية على مر التاريخ من عهد الصحابة نتكلم. لا يهمهم الصحراء المغربية ولا يهمهم الساحل ولا يهمهم تمدد. لم نجد دولة دخلت مع إيران لم نجد وأتحدى من بثك دولة واحدة دخلت مع إيران أو تمدد فيها الإيرانيين وقام لها قائم. لا لبنان ولا العراق ولا اليمن ولا سوريا. الجزائر راح تكون بهذه الطريقة وأسوأ لأن داخل الجزائر أحساب مشكلة ما بين إخوان مفلسين وما بين أتباع إيران. في سنة 90 شاهدنا موقف في العشية السوداء وخسرته أكثر من 250 ألف ضحايا. إحنا ما نبغى هذا يتكرر. إحنا نبغى الشعب يؤمن بأن لا بلاد غير بلاده ولا حقيقة غير حقيقة اللي هو الحكومة اللي موجودة. نجد أن الثروات الجزائرية ثروات الصحراء كلها إلى الخارج كلها دعم ميليشيات بوليزاريو وانفصاليين. حتى الفاغنر لم يعني أنا أتوقع أن بيصير يوم من الأيام أن الجزائر تهاجم بميليشيات نفس اللي صار في عهد القديم من جهة تونس ومن جهة الدعم اللي كان يد الجزائر فيه ولكن كانت خفية.
فأنا ما أتمنى هذا يصير، ولكن أتمنى من الجزائريين أنهم لا ينكروا المواقف المشرفة بين الدول، لا ينكروا بسبب إعلام مضلل، بسبب وهم. أنتم عندكم المشكلة بيع الوهم على أبناء جلدتكم. لا أجد أحد يتكلم أو يفهم في التاريخ أو يفهم في السياسة إلا نعتوه يا هذا مدخلي، هذا معارض، هذا ليس جزائري حقيقي، هذا مروكي، هذا للأسف هذا اللي أنا شايفه. شكرا لك أخي، شكرا على مداخلتك، وشكرا أنك تدخلت معنا في خصوصا في الموضوع اليوم بما أنه كان مرتبط أيضا بالمملكة العربية السعودية. أشكرك جزيل الشكر ومرحبا بك معنا في أي وقت. الله يحفظك أستاذي، والشرف لي أستاذي، شكرا لك. مبروك عليك عشرات الرسائل تاع السب والشتم. لا لا، من قديم من قديم، أنا حطوني مروكي، حطوني أردني، حطوني، ما في جنسية اللي وزعوها علي. فلسطيني انتقد كلام تبون منذ أيام كان معنا، قالوا له أنت مغربي. هو فلسطيني انتقد كلام تبون اللي يتاجر بمعاناة الشعوب الأخرى، المساكين في غزة، لما قال التصريح تاعه حول غزة بأنه مصر غالقة الحدود وغير ذلك. فلسطيني استنكر هذا في البث هنا، قالوا له أنت مغربي. طيب أنا بقول هالنقطة الأخيرة وبنزل أستاذ شوقي. تفضل في 30 ثانية تفضل. طيب إذا استطاع عبد المجيد تبون والجيش الجزائري أن يتعدى ليبيا، أنا وعدك وعد أن الرئيس السيسي فاتح له المعبر، بس خليه يتجرأ يدخل ليبيا، وبعد ذلك أوعدك وعد أن كل شيء مفتوح أمامه. شكرا لك. شكرا لك أخي، شكرا. السلام عليكم أخويا شوقي. لا بس. وعليكم السلام، تفضل أخي. الحمد لله. والله هذه زعاقه، هذه تاع واحد يرقد، هذه قله شويه، قله الادب، ضحك شويه، معليش سي باغراف. المهم بغيت نهضر على هذا السعودي، اخ سعودي يتدخل في شؤون الجزائريه، ما شاف عليه فهمتني بنات. انت مش عارف علاه؟ راني على بالي عليها، انا ما رانيش مع العصابة اللي تحكم في الجزائر، راه مانيش معاها. تبون مزور جابوه العسكر بريميرمون، وديزيامون العلاقة بيننا وبين المغرب ما كان ما دخله. حنا والمغرب، الشعب المغربي والشعب الجزائري، ندابزو ونولو، حنا إخوة، حنا بلد واحد. خويا الصحراء غربية مغربية؟ الصحراء اللي يقول له اللوني هذاك هو، اللي يقول له إلا المغربية مغربية، وما كاش مشكل. خويا بصح صديقي السعودي كي يطلع يقول للمغاربة، يقول لهم الصحراء مغربية. يا خويا الصحراء مغربية، أنا ما عنديش مشكل. أنت تحب تقسم له بلاده منذ 50 سنة. لا يا خويا أنا نقول لك هي الصحراء مغربية، وخلى راه واحد ما يشكي منه في القضية هذه، خلي المغاربة خليهم في حالهم خويا. لا صحراء، لا هو كان يهدر جزائر، وجابوا راحوا في الاستعمار ومانيش عارف، ما كان ما دخله. هذه شؤون مغاربيه. درك نقول لك ما واش دخلوا ولا ما نقول لك يا خويا؟ هو راه في الخليج، هو راه في الخليج. واش نقول لك انا؟ بالك نقدر بازي خويا. ميرسي. هو دخله انه منذ اكتوبر الماضي، باسكو حنا الجزائر اليوم اللي نحكموه نسبوه، هذه ثقافة رياضة وطنية. نروحوا الكوت ديفوار مثلا، اللي نسبوا الإيفواريين. المغرب منذ 62، ليبيا رانا شابعين فيهم سبان، الإمارات نسبوهم، مالي شابعين فيهم سبان، نيجر كيف كل ما تصرى أزمة. السعوديين منذ أكتوبر الماضي كي بدات هذيك القضية تاع غزة وكلش، فئة كبيرة، ملايين الحسابات من الجزائر، ما نقولش ملايين، من مئات الآلاف على الأقل، يشتمون السعودية من هكا على أساس أنه إحنا شوكر القضية الفلسطينية. طبيعة الحال راح يكون رد فعل. ما ننساوش راني قلت هذا البلد دعمنا في الثورة التحريرية، استقلالنا لهم فضل كبير فيه، بنوا لنا مستشفيات مجانا، خرجوا آلاف الجزائريين. ربما هذا تاني يعطي حق بأنه يتدخل صراحة في الشأن الجزائري، لأنهم تبرعوا لنا بمستشفيات وهم مشكورين. دونك أنت لما تشتم الناس أكيد راح تكون ردة فعل. لو كان نتعلموا إحنا ونتربى ونعودوا ما نسبوش الناس، واحد ما يحكي علينا أخويا. خويا بصح
ماشي الشعب اللي راه يكريتيكي، سي الحكومه اللي راه تكريتيكي، ولا كبيره من الشعب انصار النظام، خصوصا فئه كبيره من الشعب راه تشتم في الناس. واش اخويا شوقي انت راك هنا في فرنسا، اسكو واحد هضر معاك شعبي يكريتيكي في بلدان الاخوان وكاع؟ لا كاع رانا في رحبه وكاع رانا في في في. وبالنسبه بالنسبه للنظام راه يدير في الازمات، وعندك ثاني من الشعب راه يتمشي ورا الازمات. اكزاكتومون هذه هي، راني نهضر على السلطه، هذا ما كان سيتو. ودرك الناس، انا علاش نفتح المجال؟ انا ما نفتحش المجال برك للاشقاء المغاربه، لانه باش ما ندخلوش في هذيك الاخذ والرد، بحكم انه القضيه متعفنه كثيرا. لكن بقيه الجنسيات درك اللي يجي والاشقاء من ليبيا يقول لك انتم علاش تدخلوا روحكم فينا، وعلاش تشتمونا، وعلاش تضلوا، وعلاش الرئيس تاعكم يعلق على، يقول لك طرابلس خط احمر. يجي السعودي يقول لك علاش تشتموا فينا، وعلاش تدخلوا ديروا الدسائس، وعلاش اليوم الفيلم هذا الفيلم اللي الهندي علاش يصور في الجزائر وهو يسيء للسعودية؟ دونك انت لما تهاجم الناس وتكيد الدسائس للدول، طبيعة الحال الشعوب تاع البلدان هذه راح تتحرك، امر عادي جدا. اي صح تحرك، ولكن هما قال لك الجمل ما يشوفش حدبته، راه كاين مشاكل في السعوديه. واش علاش ما حكاش على الجورناليست الخاشوقجي اللي ذوبوه في الفلاسيد؟ علاش انت ما تحكيش على سليمان بوحفص اللي تبولوا عليه المخابرات الجزائريه؟ علاش ما تحكيش على محمد قاسم اللي عنده 5 سنوات؟ تحكي على بلادك، علاش تحكي على بلاد الناس؟ انت راك تزيد تحكي على بلادنا، على بلاد الناس. علاش حنا حكينا عليهم؟ حنا نضلوا نسبوا فيهم؟ احنا او ماشي اعتباطيا انه كل اليوم كثير من الشعوب تهضر على الجزائر، او ماشي لاننا مهمين، احنا راه مزبله، راه واحد ما يهتم بينا، احنا فقط نشتموا، احنا نسبوا الناس. كاس افريقيا كاش بلد دار مشكل من غير الجزائر في كوت ديفوار؟ تمشي شعبي غير هذيك صوفيا الحمارة هذيك، ما ماشي غير هي، هذيك عريانة نعرفو، هذيك هي الصورة المكبرة. أنا نعرف من وراها جزائريين مشاو مع القضية، شعبي مشاو، لا مشاو وراحوا لتما وشتموا الإيفواريين وتعدوا على بنات إيفوارية. المهم قالوا كوان شكون يرسل لهم؟ ما تعرف شكون يرسل لهم خويا شوقي؟ خلاص بصح درك هذه صوره بلاد، درك الايفواريين من بعد واش داروا؟ الايفواريين اسمعني، الايفواريين ولاو يديروا في صور، يديروا في فيديوهات تاع الجلفه، ويقول لك شوفوا الجلفه تاع، شوفوا الجزائر هذه اللي يسبوا فينا. رانا حنا اللي نجيبوا العار رواحنا، لو كان ما نضلوش نسبوا في الناس، واحد ما يهضر علينا. انت راك تقول بنفسك هذا السعودي طالع يشكر في المغرب ويهضر على الجزائر، فلسطيني يطلع غزاوي. انا نشكر في المغرب باسكو رحت لها وزرتها ولقيتها شابه مصنوعه تري 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 بيان، هاربين علينا بالقوه. واحد يقول الصح، هذه حاجه بصح. حتى درك في الجانب تاع انه درك المغاربه ما يهاجموش الناس، ولا التوانسه ما يهاجموش. حنا راني كنت نوري قبيل يروحوا لتونس، هذه راك شفتها، ما تقوليش ما شفتهاش، هذه ظاهره، ما تقوليش حاله ولا زوج. يروحوا لتونس يدخلوا ويشدوا الصف باش يدخلوا، كي يدخلوا لتونس اي الجزائر خير من تونس وتونس مش مليحه، علاش راك داخل عندهم وتسبهم في بلادهم؟ ايه سي فري، كيما هذاك الطلياني قبيلات اللي يقول لك الجزائر ما فيهاش لا فوت، هو علاش راه في الطليان؟ مي الجزائر ما فيهاش اي حاجه بوزيتيف، عاود البلاد مي كان بوزيتيف، عاود البلاد خويا. هذه هي، انني فاهمك انت الموقف تاعك انك كي تسمع واحد، بصح انا ماذا بيا الناس تسمع الشعوب الاخرى واش يقولوا علينا باش نحبسوا. لا هذاك ماشي شعبي، روحنا. لا هذاك سعودي وليس شعبي، هذاك سعودي دي ار اس تاع السعوديه. ما كاينش دي ار اس تاع السعوديه، المخابرات، شوف مخابرات السعوديه، المخابرات السعوديه اصلا ما عندهاش المنهج هذا تاع انها تخدم. هذه كاين المخابرات الجزائريه هي الوحيده اللي عندها ناس يطلعوا في لي لايف، المخابرات الاخرين يقدر يكون عندهم دباب ولا هذا مواطن مطلعوا معنا السعوديين من قبل في اكتوبر بالعشرات. والله دوماج اللي ما اجوتيتاش مي سينو غير باش نعرف شكون. بصح نقول لك انا العداوه اللي صرات مع السعوديه، وهذه حاجه زعما نقدروا نتناقشوا عليها، هي ان في السيت اوف تور اللي صرات
في الحرب هذه تاع تاع الكيان مع الاخوان الفلسطينيين السعوديين داروا طريق باش يمدوا المعونه للكيان وما مدوش للفلسطينيين. هذه العداوه اللي نفسك وين راك. هذه 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 اولا فيك نيوز. ثانيا رواج لها انصار النظام الجزائري غير هما اللي هضروا القضيه. القضيه غير موجوده في الواقع. على بالك بلي السعوديه اساسا السعوديه شكون اللي بنى من اكبر المستشفيات الميدانيه في غزه؟ باش انا نسمع كويت اندونيسيا الرقم. لا شكون هو الرقم واحد في المساعدات لغزه؟ على بالك بلي السعوديه والامارات. ما عنديش احصائيات خويا شوقي والله ما عندي. السعوديه والامارات على بالك احنا واش قدمنا لغزه عبر النظام الجزائري؟ البسكويت رموه في المزابل، بعثوا لنا داك الكوفريط هذاك اللي نديروه في الجنازه حنا رموه في الزباله في غزه. دونك خويا هادو حنا المشكل تاعنا راهو هادو الامور الثانيه. انت كي تقول الكلام هذا وزيد كلام لا وجود له صدقني باللي لو كان تروح درك من بعد تتحقق من القضيه ودير بحث عكسي للصور وتروح تتحقق من المصادر الموثوقه تلقاه ما كانش منه. وانا وحتى نروح معك ابعد لو كان كاين من هذا، انا السعودي باني لي مستشفيات في الجزائر وحب يجي يستثمر في بلادي، الباقي واش يدير في مناطق اخرى؟ واش دخلني؟ علاش نسبو انا؟ اذا هو حب يدير سياسه اخرى مخالفه او بناني مستشفى امراض الكلى في الجزائر راهم يعالجوا في بسكره في المستشفى تاع امراض الكلى اللي بناته السعوديه. الدوله تاعنا راهي تحشم فينا، وواحد اللي يدير الخير ما يهدرش. هاد السعودي اللي راهي عمرهم ما هضروا. المستشفيات هادو راني انا اللي نهضر عليهم. هذا كيطلع راهو اليوم لانه الموضوع تكلمت انا على القضيه تاع الفيلم وغير ذلك، لكن على العموم اني انا اللي جبت القضيه هذه. اللي مش مليحه نكرو الخير، مش مليحه. لا 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 ما نكروش الخير، بصح اللي طيحونا في هذه المصيبه هذه هما الحكومه اللي داروا لنا هذا المشكل. احنا ليام اللي ولات السعوديه تعاوننا حنايا ليام. هذه تاع انه النظام هو اللي حطنا في الاشكاليات هذيك. هذه نتفق معك اكزاكتومون خويا اكزاكتومون، ولكن احنا الشعوب والشعوب كانت نحبوا الشعب السعودي، ولكن هذيك العائله المفسده ما نحبوهاش وكاع الناس ما يحبوهاش. انت كي تحكي له على كي تحكي له على العائلات كي تحكي له على محمد بن سلمان في السعوديه راك شتمت له بلاد وراه اسمها المملكه العربيه السعوديه. راه لازمنا نفرقوا حنا بين الملكيه والجمهوريه. الملكيه خلي في حاله، حنا علاش نضلوا نهضروا على بلدان الناس؟ الناس راهم ماشيين. السعوديه مهما كان محمد بن سلمان ما وقفش شعبه في الطوابير، ما هوش جوع شعبه صراحة. يعني ما نكذبوش، روح الرقمانة عندهم المواطن ما هوش مدلول في السعودية. هذه درك عقد الزواج يديروا اونلاين عقد الزواج. على بالي راهم هاربين، راهم هاربين علينا بالقوة هذه لا مفر منها، لا ولكن ما كانش ديمقراطية في هذيك البلاصة اللي هضر. واش دخلنا في الديمقراطية؟ احنا رايحين نصدروا الديمقراطية لبلدان، خلينا نديروها في بلادنا احنا. واش دخلني انا في بلدان الناس؟ راهي الملكية ماهيش كما الجمهورية. سافا دوني دو سون، نتهاو ببلادنا. انا ما نهضرش عليهم، ما يهضروش علينا احنا تانيك سيتو. صدقني باللي لو كان احنا ما نهضروش وما نسبوش الناس والله واحد ما يهضر علينا، لاننا عديمي التاثير حاليا مع النظام الجزائري. لو كان غدوه الجزائر تولي بلاد اصلا وعندها وزن، هذاك الوقت هادو السعوديين رانا نوليو يجيو يستثمروا عندنا. وما نهضر فيه ما يهضر فيا، راهو مستثمر عندي. انا حقيقة. انا عشت في الجزائر والله مشت الاستثمار استثمارات تاعهم على بلجيكا. انا اللي نعرف ما يستثمرش درك راهو كيفاش يجيب دراهم ويروح للسكوار اخويا؟ على بالك باللي الدراهم يجيبوا في السكوار. واه اللي نعرف على الحكومه الاطار راهو يجي عندك يستثمر. اول واحد يجي هو السعودي والاماراتي باسكو يتكلم العربيه، ولانه البلدان هذه يعرفوا الجزائر. بصح انت أو طلعوا عندنا ناس كنت نتكلم سعوديين يستثمروا في بلدان أخرى، قال لي ما نقدرش نجي نستثمر عندك وأنت ما عندكش مكاتب صرف، مكتب صرف الرشاوي ويزيد الرشاوي تانيك زيد الرشاوي. والقوانين اللي تبدل كل يوم ما
نبنيو بلادنا خويا العزيز وهذاك الوقت ان شاء الله واحد ما يهضر علينا وما نهضروا حتى على والو. انا اللي نعرف على السعوديين يجوا للصحراء باش يقتلوا الغزال، هذه هي بصح ماشي لافوت تاعهم، لافوت تاع القطريين، ماشي السلطه القطريين، العائله الحاكمه في قطر. واريش عارف انا للامانه للامانه راك تشوف يجيو الجهه اللي من هي البيرين وهذوك يجيو تما يصيدوا هذاك الطائر تاع الحبار، لا يقتلوا الغزال اللي هو ما كيقولوا لك بروتيجي بار وهذاك من تحت مي هذاك على بالك باللي الوالد تاع امير قطر اللي كان امير قطر من قبل هو اللي دائما ياتي مع اللي معاهم بطبيعه الحال المرافقين تاعهم يجيو وفود دائما، لكن القطريين اللي السعوديين للامانه. صح اخويا بارك الله فيك، صح. شكرا لك اخويا العزيز، يعطيك الصحه. صحيح شوقي بارك الله فيك خويا، صحه ربي يهنيك خويا. من السعودية إلى ليبيا على ما أظن خدت وتوصلنا. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير شوقي. مرحبا بك. هي لولا شوقي حفظك الله ورعاك. الله يهنيك أخي. من ليبيا الأخي على ما أظن أني عرفت الحساب تاعك من ليبيا. أنا من ليبيا وأحد أبناء القوات المسلحة من المنطقة الغربية. مرحبا بك أخي. أنا في 2016 كنت قاتل في عملية اسمها كأنك تسمع بها عملية بنيان المرصوص. إيه يعني من ذلك الوقت وأنت مشارك في القوات مع القوات الليبية. كنت مع قوات البنيان المرصوص وبعدها انشقيت، بعد انتهى حرب البنيان المرصوص انشقيت وانضميت مع القوات المسلحة. وش ما هو السبب؟ سبب الانشقاق إذا تعطينا صورة يعني على كيف يعني غيرت الموقف تاعك. كنت قاتل وقت كنت قاتل في الدواعش. ايه بعد انتهاء حرب بنيان المرصوص ما عاد في عندنا في المنطقه الغربيه دواعش، كانوا في بنغازي، كان يقاتل فيهم سياده المشير. انضميت وقعدت نقاتل في بنغازي. اللي اعطاك القناعه انك تنضم للقوات يعني تاع المشير مع المشير خليفه حفتر، يعني انك غيرت كليا الموقف تاعك. الشخص الوحيد اللي حارب في الدواعش بعد انتهاء حرب بنيان المرصوص، ما فيش شخص آخر يحارب فيهم إلا هو. وبالنسبة ليك لو الآن ترجع معنا الوقت هذاك يعني والفرق مع ما يحدث حاليا، يعني فرق كبير يعني في القوات لما نقول اليوم نقول الجيش وقت الليبي، يعني وقت أنا انضميت للجيش الليبي انضميت في وقت إن الجيش ما كانش عنده ذاك الدعم، كان في رجال، كاين عندنا نقص في الذخيره، عندنا نقص في السلاح، كاينين شفنا دول جوار لينا كانت تدعم في العدو. عانينا ونحمد الله عز وجل جانا الدعم يا اخوي. اي جانا الدعم والحمد لله، اخذنا بنغازي بالكامل، وبعد بنغازي انطلقنا الى درنا. اكيد سمعت بدرنا. اي حاربنا في درنا. درنا في الجانب الشرقي في الشرق الليبي. حاربنا في درنا وقدمنا في درنا وبعد تم تحرير درنا. درنا شكون اللي كانوا في وقتها؟ كانت القاعدة في الم... كانوا دواعش أيضا في المنطقة. كانت القاعدة وكانت دواعش، وكنا شبحنا الفيديوهات اللي على البحر وعلى الذبح، وشبحنا المواضيع اللي سيارات كانت في ليبيا، وليبيا تغيرت 100 في شو نقول لك 100 في المليون. تغيرت ليبيا، تغيرت هلبة بعد ما عنا جي سيادة المشير. ونقسم لك بالله لنمجد في شخص، ولا نحكي لك تو اني نمجد في شخص، انا سيادة المشير متلاقي معاه 3 مرات ونقدر نتواصل ونقدر نوصل فيه، وانا الحمد لله نحمد الله عز وجل اني مانيش مسحق شيء ولا نبي شيء منه سيادة المشير. لكن الراجل الله يبارك فيه الحق. يعني وانت شهدت كل التحولات يعني منذ ذلك، لانه لما نتكلموا على درنا رانا نرجعوا الى سنوات للوراء، وقضيه لما كانوا الدواعش في المنطقه هذه القضيه راهي عندها مده طويله، يعني رانا متجاوزينها. مزبوط. لكن نبيك تفهم الناس اللي عندك انا. ايه لهذا راني نسال فيك باش تعطي صوره ايضا لي، ولا ممكن تتكلم لنا على ما يحدث حاليا في الجانب يعني في الجنوب الغربي في المناطق؟ ممكن حريتك بطبيعة الحال إذا تحب تتكلم ولا لا. هدفنا الوحيد تأمين حدود بلادنا
وليس هذا فقط. العملية تتقدم بشكل جيد، يعني كل شيء على كل شيء تمام، يعني كل شيء على ما. لا نحمد الله عز وجل كل شيء تمام، ونحمد الله قريبا بإذن الله توحيد باقي مدى ليبيا بإذن الله. إن شاء الله. أنا حبيت أتواصل معك، نبي نوصل لك إنك توصل معلومة للناس اللي عندك. ومشكور يا شوقي، بارك الله فيك. يعني ذكرتك أنا نكون على تواصل بإذن الله تما، فباش نكونوا باش نعطيو يعني ما هو موجود فوق أرض الواقع، يعني باش الناس تكون على صورة. وأنت راك وصلت لنا الرسالة بأنه تحرك يعني الجيش الليبي هو من أجل الأمن القومي لليبيا، يعني هذا هو. وعلى كل حال ما يقوم به المشير خليفة حفتر، أنا قلت ربما منذ سنوات كانت الصورة غير واضحة، لكن صراحة في الوقت الحالي أظن أنه هذا دون أي مجاملة، لأنك أنت جزء من القوات. لكن أنه المستقبل ليبيا في الفترة يعني في المدى المتوسط يعني في المدى القريب المتوسط هو مع المشير خليفة حفتر، لأنه صراحة التحالفات كانت ذكية. الجيش الليبي ما نراه في فوق أرض الواقع يعني إمكانيات محترمة جدا، ومن حقكم أنكم تحميوا حدودكم وأنكم تأمنوا حدودكم من دول ربما تدعم جهات معادية لكم. بارك الله فيك. لا لا بارك الله أخي. فيك. شكرا لك، شكرا لك. وفي على وفي تواصل بإذن الله. لا 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 حنتواصل بإذن الله أنا وياك، وديما طيبين إن شاء الله. إن شاء الله أخي، إن شاء الله. وبلغ سلامنا لكل الأشقاء. شكرا لك. ماشي. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك خويا صافا؟ والله غاية. بيان. برو. أنت راك مع المغرب ولا مع الجزائر؟ مع المغرب. أول كلمة تهضر عن المغرب. ما درتش أذكار الصباح والمساء اليوم. هذا معك سيري والله. أنت أنت بغيت تخدم قضية تاع الجزائر. اسمعني، راك تهضر قضية تاع الجزائر. راك تهضر على المغرب وعلى ولا على الجزائر. راني نهضر على المغرب ولا على الجزائر، في رايك انت؟ راني نشوف بلاك تشيت المغاربه بزاف على الهضره على الجزائر. دركا نشيت ولا نهضر؟ تشيت تشيت تهضر. انت عندك قضيه في الجزائر. دونك وزير الشؤون الدينيه لما يقول بانه اهل المغرب هم الجزائر وليسوا المخزن اللي طبعوا مع اسرائيل. هضر على المغرب، تما راهو يشيت المغرب؟ ساعني سخسيه. شوف علاش ما تجاوبونيش؟ علاش كي نطرح لكم انا نقول لكم نطرح لكم فكره تقولوا لي نسقسيك؟ راك انت طرح الطرح، راني ماشي معك في الطرح. من يتكلم عن المغرب هو عميل للمغرب ويشيت المغرب. دونك تبون صباح وعشيه يتكلم عن المغرب، ما كانش مناسبه ما يذكرهمش. هل هو عميل للمخزن؟ ماشي مشي عميل تبو الراجل. كيفاش انت جاي عندي انا اللي ننقل ما يقوله؟ انا نتكلم على المواضيع اليوم اللي مطروحه في الساحه الجزائريه. المواضيع هي المروك المروك المروك. انت مواطن جزائري مساند للنظام الجزائري، راك تطلع تحكي على المروك. على من نحكي انا بطبيعه الحال؟ انت دروك انا نسمع فيك تهضر، ثاني نسمع فيك تهضر على المغاربه دروك. راك فاهمني بيتك واني نسمع فيك. انا نسمع فيك. علاش علاش حكيت عليهم؟ هضرت راك تضحك. الفيفا اعتمدت الخريطة تاع المغرب عندهم. ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ما قالناش بأنه عندنا ملف قدمناه للفيفا من أجل أنه وش التظلم اللي رفعناه بسبب القميص تاع أتاي الدحميس هذاك تاع نهضة بركان؟ وين وصلت القضية؟ ماشي من حقي نطرح سؤال. انت انت شحال عاش في راجلي في حياتك؟ شحال عاش؟ وين وصلت قضية إعادة مباراة نهضة بركان مع اتحاد العاصمة؟ هل اني نطرح سؤال على تصريح تاع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يجعل مني عميل؟ اي هما متغلبين في الفيفا باينو صاي. متغلبين في الفيفا؟ واه متغلبين، يمدوا رشوة، يمدوا بزاف صوالح هذو. خلينا منهم. احنا واش نمدوا؟ انت كنت هو المغرب. واش نمدوا؟ مدوا الطوابير تاع احنا رجال. احنا اسمع، احنا جزائري ما مدوش رشوه صح، احنا رجال. ما مدوش الرشوه؟ ما مدوش، احنا رجال ديريكت. علاش مسحنا الديون تاع اكثر من 13 دوله افريقيه ب 3.5 مليار دولار؟ كنا مسحوله، اللي يكون معنا رجال مسحوله. ماشي باش يعترفوا بالبوليساريو؟ لا ما كانش البوليساريو هذه. شوف شوف المغرب كون كانت معنا رجال نعاونوها في بوليساريو.
كيفاش يكونوا رجال هادي وش معناتها؟ ما غادي نسقسيك حاجه، هذا غير على المغرب كاشنها، هذا غير على المغرب. انا بي ان بي نشوف غير سوجي تاعك تهضر على المغرب. المغرب شوف شوف كون عارفك تهضر على المغرب والله انا عارفك راجل. اسمعني كون عارفك تهضر غير مع هذاك الوقت ولي تقول عليا لي زوم. والله اقول عليك لي زوم. ما يروح هضرنا سوجي على المغرب. هي روح. انا نقول انا وانت بالك انا وانت اسمع تعاي اسمعني تعاي والله اسمعني. انت كنت عايش في الجزائر؟ كنت عايش في الجزائر؟ اه جوستومون. انا وين عايش؟ لا لا كنت عايش تعيش في الجزائر. عايش في الجزائر. انا وين عايش دركا؟ لا ما نحوش عليك من عايش. والله ما نحوش عليك. تاتا كنت عايش في الجزائر. انا عند من عايشة اصلا نقول لك عايش عند هادوك. تخيل اللي حاكمين الجماجم تاع الشهداء في المتحف. معليش 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 هادوك راهم شهداء راهم عند ربي وما دا غير عظم. فهمت هادوك غير شهداء. اسمعني انت المهم المروك هادوك اللي حاكمين الجماجم هذه واش نديرو؟ اسمع واش نديرو حنا بالجماجم تاع الشهداء؟ وعندك الحق انت يا وعندك الحق. هادوك شهداء عند ربي. هادوك راهم عند ربي في الجنه هادوك. وما هادك عظم. اسمع هادك عظم. السلام عليكم. صاي بصح محمد السادس راهو عايش لازمنا نهضروا عليه. اسمعني هضر. انت عايش في الجزائر وانا عايش في الجزائر. انا عايش في الجزائر. كنت عايش في الجزائر. عايش في الجزائر ايه. وانت ماكش عايش في الجزائر. انا دوك مانيش عايش في الجزائر. راك عايش عند اللي حاكمين الشهداء. لا 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 اللي حاكموا كاع فيكم. عادي عادي راك عايش عند اللي حاكمين الجماجم. لا لا ما عايش تما. راك انت شوف قادر نجزم بانك عايش قدام المتحف اللي حاكمين فيه الشهداء تاعنا. شكون انا؟ ايه. لا لا والله ما عايش تما. زوي باريس مش بعيد بزاف. لا 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 هكا كي تحرجت راك لتما. دونك باش نفهم برك تما انت لا تعيب علي انني مقيم في مثلا بلد محتجز جماجم الشهداء. انت لازمك انا ننتقد المروك. مشيت ننتقد المروك. مشيت ننتقد مشي قادر لي... قلتها قبيله لا قلت لي نقول عليك لي زوم كي ننتقد محمد السادس. تنتقدهم في تنتقدهم في بزاف سوالح. كيف تنتقد الجزائريين انت؟ جزائر رجال والله انا عايش غاي. ماناش عايش غاي في الجزائر انا. يهضر انت على الجماجم تاعنا شويه وانا نهضر على المروك. جماجم مالهم جماجم؟ يجون. شو رايك انت؟ شوف جماجم يجون نهار اللي يولوا ان شاء الله بربي. وهذا ماشي عيب. بصح المروك لازم نهضروا عليه فورا حالا. وعلى ما هما عندهم جماجم. عندهم جماجم حتى في الجزائر. لا ما على بالك. الله اكبر. وراه راه شوف هذاك كادر كادر 31 راه دار راه دار واحد الفيديو. كادر 31 كادر 31 كادر 31 وهراني هذيك كادر. اي انت كسموك تكسموك شوقي الاخرى تكسموك كادر 31. اسمو شوقي بن زهره. كيفاش اسمو 31 31 وهران وهران كادر وهراني. شو اللقب تاعو؟ خلي ما تحاولش تفهم. تدخل تكتب كادر 31 غادي يخرج لك تعرفه وتتبعه. شو اللقب العائلي؟ كيفاش درك بنادم انا تعطيني مصدر لازمني اللقب العائلي؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كادر 31 يوتيوبر يدير في تيك توك مع جماعه. روح شوف راه ديال ما عندوش اسم حركه اسمه كادر 31 مغاربه كاع يعرفوه. مغاربه كاع يعبدوه ديجا هذا. اسمعني دول المغاربه المغاربه يلعبوا 31 واه كي يطلعوا معاهم كاع يسكتهم. كي يطلع هذا اللي الساعي واللي راجل يمشي باسم جدوده ومن بعد يعبدوه الساعي ولا لا؟ كيفاش يمشي بجدوده؟ كيفاش هو يستحي باسم جدوده وناس يعبدوه؟ مستحيل يعبدوا واحد ماهوش راجل يمشي باسم. برك ما تدور برك ما تروح والدور. انا نهضر معك قلت لك كادر 31 صاي كادر وهراني هبط عليا صاحبي. فيش واحد اسمه 31 يا ودي سأل واحد يسمي انا ما نبيليش انا بن زهره ونعطيك حتى الاصل تاعي وين تروح وتجبد وجدودي ومرحبا ونحكيو تاريخ. واش المغرب انتم خليتوا العائله العلويه ودرك راكم تعبدوا 31 واحد اسمه 31 تخيلوا انا نسمي روحي شوقي 18 شوقي 18 واحد قال لي خليه يكمل. شو خليه يكمل اصاحبي؟ ابار اذا حقيقة هادو المغاربة يعبدوا واحد سموه 31. عبك عندنا عندنا اشكالية كبرى هادي في شوف هادي الاشكالية عدم الانتساب للعائلة.
درك واحد لقب العائلي تاعك ولا الاصول تاعك عادي، حتى اذا كانوا جدودك كيما بوخروبه، بوخروبه مسمي روحو بومدين، كيفاش انت رئيس تاع بلاد تستحي باللقب العائلي تاعك؟ ودرك حتى وصلنا، شوف درك الكارثه، انه ناس درك بالك جدودهم حركه ولا لازم يسمي روحو نابولي ويسمي روحو عادي، جدودك حركه نورمال عادي، انت واش دخلك في جدودك؟ صرا غير نافوار جدودك، انا بالنسبه لي واحد جدود انت عندك الحق في الوجود كجزائري، بصح لازم اللقب العائلي تاعك هذه سي، هذه حاجه مهمه انك تنتسب لجدودك، ماشي حتى اذا كانوا هذا جزء منك. كيفاش انت تستحي بجدي دور هذه؟ انا سطر ربي الحاله مضيفه تاريخيا، ايه لو كان كانت شي حاجه في التاريخ لا، ولو انه انا بالنسبه لي ما عندهاش علاقه، اي واحد عنده الحق، انت من انت ما يهمش التاريخ تاعك العائلي، بصح تعرف حنا تاعنا